للسلالات، أما الإنتاج فخصص لها 8 أشواط أظن كذا يا أبو خليفة، 8 أشواط بالضبيب. شكرا شبابنا زملائنا الموفقين، إن شاء الله انطلق الشوط، انطلق الشوط على أرضية ميدان دستور قادما لنا بنخبة جديدة بلغ نصابها 23 بكرة مشاركة. نتمنى التوفيق، وخلنا يا أبو محمد مع المركز اللي نذيعه. يا سلام عليك، ألا إذا شفت ذرتنا سيارة ولا كاميرا دور لنا فرصة بناخذ الرقم. المقدمة شوط في هذه اللحظات من غازية أو غازية للسيد سعيد بن حمد بن حميد الدرعي اللي المعلنة وجودها في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الدور دور غزل لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي، وفي ثالث المراكز يأتي أيضا وتأتي الجزيرة المبارك بن خاتم بن محمد الشامسي. ننتقل إلى رابع المراكز حيث نرى في المركز الرابع الوطن لسعيد بن محمد بن كراز المهيري، المركز الخامس دور المركز الخامس اللي هي معراض لحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي أحد الحاضرين بقوة في شوطنا الماضي من خلال وجود حزام ذاك القعود السبوق ما شاء الله. المركز السات اللي هي الظفرة سالم بن سيف بن مصبح لمسافري، وسابع المراكز من الجانب الآخر هناك شواهين حمود بن علي بن حمود الكلباني. المركز الثامن يأتي دور عجايب لسيف بن عبد الله الجابري، وتاسع المراكز اتكال، اتكلنا على الله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي مالك اتكال. المركز العاشر اللي هي النصيبة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بناخذنا واحدة احتياط الضبي أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، إذا ما ذعنا العاشر بنكون كملناها الآن. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام للمقدمة وأسماءها. الآن نصل إلى لوحة 1500 متر وهي منتصف مسافة هذا الشوط وأشواط صباح هذا اليوم الخاصة بسن الحجايج. المقدمة نعود إلى مقدمة الشوط غزل لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي. يا سلام يا غزل، تغازل المركز الأول، تغازل الناموس 1200 على خط النهاية. بدأت الأمور تدريجيا بالاقتراب إلى النهاية وإلى خطوطها. المركز الثاني تأتي من هناك غازية سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، وفي المركز الثالث الجزيرة، ودير بالك على هذا الاسم اسم كبير لمبارك بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز الرابع الظفرة سالم بن سيف مصبح لمسافري اللي كانت في المركز الخامس غيرت خذت المركز الرابع عند لوحة الكيلومتر الأخير اللي هي شواهين حمود بن علي بن حمود الكلباني، بينما المركز السادس النصيبة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع اللي هي الظبي أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. المركز الثامن دخول مشاهدينا الكرام في من المراكز من هملولة علي بن مهير بن بليشة الاشتبي. المركز التاسع اللي هي الوطن سعيد محمد بن كراز المهيري. المركز العاشر وجود اتكال مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي. يا سلام ما شاء الله، يا سلام يا سلام، رقص جميل وانفراد كبير مع شوفوا الفارق اللي تقدمه غزل. أحلم غازلة هذه 05044 بعطيها الرقم يا شباب. هذا الغزل الزين. شوفوا مغازل الناموس، مغازل المراكز الأولى، الانفراد الكبير مع غزل عاد عندكم يا شباب. مالكها وين هلا؟ وين هل هذا الشعار؟ غزل بسلم وين يا غزل؟ بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي. سلام يا الوثبة، سلام 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 يا الوثبة، سلام مع غزل اللي غازلت من البداية وحتى خط النهاية وأعلنت حضورها القوي. تحياتنا لإخواننا في بنياس، يا سلام، في العاصمة الحبيبة أبوظبي. المركز الثاني النصيبة محمد بن عتيج بن زيتون لميري. المركز الثالث الظبي أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. المركز الرابع شواهين حمود بن علي بن حمود الكلباني. المركز الخامس
المركز الخامس حملوله علي بن مهير بن بليشة الاشتبي. هذه هي المراكز الخمسة، هناك مراكز خمسة أخرى، وهناك أيضا لجان خاصة متخصصة بتحكيم المراكز. مشاهدينا الأعزاء للمراكز الأولى، نعود نحن الآن بانتظار لحظات إعادة لحظات وصول غزل ورفيقاتها إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني اللي حققت غزل وانفردت انفراد كبير بهذا الشوط. 4:26 بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي، سلام بنياس، سلام وأخواننا في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، هناك والوثبة، ميدان الوثبة عاصمة ميادين السباق. تهانينا والناموس، تحية وتقدير واحترام للأخوة المتابعين هناك في منطقة بنياس. بينما المركز الثاني 4:31 وخمسة أجزاء من الثانية، هذه البكرة النصيبة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث، الضبي أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، السلام. 4:32 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا لبن يريو، وتهانينا لكل الفائزين بالمراكز العشرة الأولى. وشوطنا الرابع جاهز للانطلاق إن شاء الله، وهو الشوط الثاني للقعدان الحقايق. مسافتنا طبعا 3 كيلومترات كالمعتاد لهذا السن، وجوائزنا نقدية قيمة في أيام نقترب فيها كثيرا من ختام المرموم الذي نتمنى أن نوفق فيه إن شاء الله نحن وإياكم جميعا. فهو عرس مهرجانات ميادين السباق، تحفة الميادين، سيحتفل في القريب القادم بإذن الله في المهرجان الختامي السنوي الكبير. نحن الأيام في هذه الأيام في أيام المنافسات التمهيدية.